الحياة حول أزمة الألمنيوم وضبط هذه الكميات من الألمنيوم مجهول الهوية أو مجهول المصدر داخل مصنع بدون ترخيص بالبساتين. طبعا ده خبر للشروق المصرية. هاتولنا بقى يا جماعة متن الخبر كده بالراحة، خلينا نقرأ جزء من متن الخبر. وفي الحقيقة في معلومة مهمة جدا في متن الخبر خلينا نأكد عليها. طبعا الخبر ده 19 نوفمبر 2019. طبعا تلقى اللواء نبيل سليم ومدير المباحث والعاصمة، وانه هناك مسؤول مصنع ألمونيوم بيدير المصنع بدون ترخيص وحيازته كمية من الألمونيوم مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي بيانات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. الغريب في الخبر انه عثر بداخل المصنع على 1600 طن ألمونيوم. حقيقة رقم غريب، واحنا وفريق الاعداد تناقشنا في هذا الرقم، ازاي في مصنع بهذا الحجم وبهذه الكمية في 1600 طن ألمونيوم. طيب برضو الخبر ده هيخلينا ان احنا نفتح الكلام عن الألمونيوم المجهول زي ما اتكلمنا على الأدوية المغشوشة، وهنتكلم عن أغطية البلعات اللي بتتسرق وبتتسيح داخل الورش والمصانع علشان يتباع ألمونيوم، ولا حتى سرقة قضبان سكك الحديد. طبعا ده محتاج رقابة أكبر من أجهزة الدولة اللي بتقول إنها مسيطرة. مش ألاقي غطيان البلاعات بتتسرق وكل يوم والتاني نصحى على مصيبة جديدة، طفل وقع جوه البلاعة ومات وغيره بيموتوا، ولا كارثة في السكة الحديد. ربنا يرحم الشعب المصري من هذه الكوارث. خلينا نشوف مع بعض الفيديو اللي جاي اللي بيوضح سرقة أغطية البلاعات في مصر في وضح النهار. خلينا نشوف. 6 و6 يعني الفيديو ده لكاميرا مراقبة صورت سرقة في شارع عمومي لغطى بلاعة ساعة الصبحية. زي ما هو واضح لحضراتكم قلنا انه دي كاميرا مراقبة، مش حد شايف، يعني محدش كانت عنده القدرة انه يمنع هؤلاء من هذه السرقة. لو بحثت هتلاقي اكتر من كده. فين بقى اللي حقق ولا اللي وصلنا لنتيجة معينة او بحثنا وراء عصابات السرقة؟ لا، ولازم تيجي الصدفة اننا وصلنا ومسكنا في مصنع ألمونيوم مجهول الهوية ونقول مش عارفين مصدرها ايه. ما هو مصدرها او واضح السرقة العلنية في الشارع، وما فيش طبعا عقوبة رادعة للحد من سرقة أغطية البلعات اللي قدرت خسائرها ب25 مليون جنيه سنويا، مش في مصر، في القاهرة فقط، ما بالك بباقي المحافظات الأخرى. ده كان الجزء الأول.